الاخرين في العالم عداونا 68 حبه. ايوا كيف هذا تشوفوا الشيخ مدريدي. هذه الاسس علاش تربيتي وتربينا، وهذا هو علاش فين ما مشينا المغاربه مذكورين بخير. كوموندها وفرحان بها والحاله ولقاها ميدي مروكو. يا مروكي يا مكعب الراس. كان عمري موهب في سبيل الله. السلام عليكم. السلام عليكم، فيديو جديد طنارة تقشاب. اصدقاء طنارة مرحبا بكم كما العادة، ومرحبا بالدار الكراغلة اللي تتفرجوا فينا. تانتو مرة أصدقاء طنارة، مرحبا بالجميع. اليوم فيديو متنوع جدا وكاين ما يدار بالجهد. أول حاجة نبداو بها هي الفوز نتاع ريال مدريد، اللي كان فوز حرك بزاف الناس وخلاهم يقولوا بزاف الهضرة بيان سيغ. منهم واحد الشيخ مصري قال لك أسيدي تيهضر على ريال مدريد، أنا سمع أش تيقول. عشاق الملكي احضر هنا، انا قلت في اللايف الريال هيفوز، كانوا متعادلين 1-1 لحد الشوط الرابع، والناس اللي حضرت اللايف شاهد على هذا الكلام، والمباراة شغالة، قلت الريال هيفوز. وبإذن الله دوري الأبطال الملكي وعشاق الملكي يحضروا هنا. مبروك مبروك يا رجال، يستحق الفوز بجدارة. هم تعبوا اي نعم، فريق المان سيتي قوي بس استحق الفوز الفريق الملكي، لانه كان راجل ولعب برجوله، مش زي فرق تانية تاخذ لها 4 وتروح، واللي ياخذ له 3 ويروح، واللي مش عارف 2 ويروح. لا، 1-1 لحد المباراه، رجاله اقوياء، دوري الابطال ملكي يا اولاد. وانا قلت لكم اهو ماشي، يعني مش عايزين بقى يعني كل واحد يتكلم على قده، يعني فريق ملكي ولازم يبقى ليه وضعه برضه. ايوا كيف هذا تشوفوا الشيخ مدريدي. الشيخ جالس مدريدي تيعلق قبل الماتش ديال مدريد بصحته سيدي، ما عندنا ما نقولوا، ما بيناش نعلقوا عليه بزاف بصحته، من اللي ناشطو فرحان في مدريد. واللقطه اللي عجباني انا بزاف هي ان الحمد لله كما تشوفوا هادو لقطات زوينين، افونتاج كبير للمنتخب المغربي. كما تشوفوا ثلاثه ديال اللعابه في المنتخب المغربي، ثلاثه المغاربه ديال المنتخب المغربي كاينين في الدومي فينال ديال الشامبيونز ليغ، كل واحد مع فرقه. ناس تهضروا على حكيمي، مزراوي ودياز، السي عبد الخاضر، السي ابراهيم عبد الخاضر زعما. كما تشوفوا راه ما شاء الله هذه لقطه رائعه، ثلاثه المغاربه في الدومي فينال الشامبيونز ليغ، وكاينين حتى جوج مغاربه في الدومي فينال ديال الدوري الاوروبي حتى هو. بيان سور هادشي كله بلا ما نهضروا على الدومي فينال ديال دوري ابطال اسيا، تا هما موجود ديال المغاربه ما شاء الله رحيمي يا بونو. اوكي نكملوا معكم. وعلى ذكر المغاربه، شي مغربي هو اللي تيكتب دوك التدوينات ديال الحساب الرسمي ديال الدوري الفرنسي، هادي ما فيهاش، حيت مره مره تيلوح شي نويطات ما تيدوروش. سمع هاد هذا هو الحماق نيت، قالك عزيزي الحساب الرسمي للدوري الفرنسي هرب ليه، لا شي واحد شي مغربي تما تيكتب ليهم مسالي راسو مقابل تنبيرات على كل شيء. ونخليو علينا الكره ونمشيو ندورو واحد الطويره. هذا واحد السيد مسلم، ما عرفتش الصراحه واش مغربي ولا ماشي مغربي، المهم السيد مسلم في الانجليز، الجار ديالو انجليزي جاي بارك ليه العيد وتق كل شيء بالفيديو. يلا نشوف واش وقع. هلو السلام عليكم، wishing you a Eid Mubarak. Have I got that right? Yeah, well, I'm doing my best, you know. I mean, anyway. Look, I've got a little greeting for you, and do you like the attire? فرحان بالفوقية اللي لابس. You like that?
والطاقية كوكوس مانج I know المانجو. That you lot glass if you're glass يلا سيدي تضحك ما لقى مين You know the shop down the road, the little village shops? Good Pakistani guy there. Yeah. And I told him that I'm going to visit you today. So he said, you know what I need to take for you? And that's mangoes. He said, I don't know who he is referring to, but they all love mangoes. And I've got you a nice box there. Do you like the look of that? Okay, well, Pakistani, what else have you been a glass of mango? المهم هذه لقطه زوينه كما تشوفوا الحمد لله الجوره وهذا كاينه مزيانه ما بين المسلمين فيما مشاو تيخليو جوره زوينه الحمد لله كما تشوفوا اجنبيين جيران ديال المسلمين تيجيو الحمد لله تخليو مع علاقتنا مزيانه كما وصانا الله في الدين ديالنا وفي القران ومشيو نطلعوا على السي امين امنير صديقنا شحال هادي ما تشوفنا معاه الله يعطيه الصحه على الخدمه اللي تيدير من الامارات فاش كانوا استجوبوه في الامارات من مورا فاش خد الجائزه بيان سيغ نتاع صناع الامل ونشوفوا عاود لهم واحد القصه يلا نسمعوها مزيان في الامارات بيان سيغ مبلغ 10 مليون سنتيم على ما اظن 10 مليون سنتيم على ما اظن يعني كم بالدولار يعني بالدولار 10000 دولار 10000 دولار تبني جسر هذا ما قالوا لي في الاول حسنا انا بفلم فلما وثقت ذاك الفيديو معه انا قلت الحمد لله سيتيسر الامر تطوع محسن ب 10000 دولار المبلغ كامل سجلت معهم فيديو ولكن لما ارادوا ان يباشروا بالبناء طلبوا منهم السلطات يعني رسومات رسومات وكذا فلما ذهبنا الى المهندس طلب 10000 دولار شو قال المهندس يضحك فلما ذهبنا الى المهندس وقام بانجاز نسميه احنا ماذا نسميه الجسر الرسومات الرسوم وكم الرسوم الهندسيه وما نوع الحديد ما نوع الاسمنت فاصبح المبلغ بالدراسه 70000 70000 دولار فقلت يا ويلة ما هذا المبلغ قلت مستحيل ان اصل الى هذا المبلغ والحل والاشكال هو ان هاي 10 مليون موجوده وماذا اقول للمحسن الذي قال لي انا تطوع فاصبحت في موقف حرج فقلت يجب الاستمرار فتوكلت على الله وانشات فيديو اخر وقلت فيه فكره بسيطه هي كالتالي قلت لهم متتبعين الكرام أريد منكم التطوع فقط كل شخص فيكم يتابعني ب10 دولار فقط ثمن كافي 100 درهم وإن كان مجموعنا 10000 شخص ممكن أن نصل إلى 100000 جيد هذا ما نشرته في الفيديو ووثقت مع أهل القرية وقلت لهم في يوم أعطيت مثلا أسبوعين قلت لهم بعد أسبوعين سآتي بكشف رقم الحساب البنكي للجمعية وأعطيه لأهل القرية وهم يقرؤونه لكم فعلا بعد أسبوعين جئنا فوجدنا ما شاء الله المبلغ يعني فوق 70000 دولار يعني أصبح 94000 دولار وقمنا بإنجاز الجسر وبعدها قمنا أيضا كانت مناسبة عيد الأضحى يعني اشترينا الأضاحي ووزعناها على الأسر والعرب. هذا المشروع كان في أي سنة تقريبا؟ 2020 لا 2021 على ما أعتقد هذا أكبر مشاريعك الخيرية؟ جسر آخر كان أغلى منه هذا المرأة الثانية عندك خبرة الحمد لأنه سبحان الله يقول لك 10000 دولار يقول لك لا استريح يعني الحمد لله لما ما يحمسنا نحن لأجل فعل الخير والاستمرار هو دعم الناس لما يدعمك الناس ويستجيبون معك أنت تستمر فأنا أقول لهم دائما في قناتي في اليوتيوب أقول لهم متتبعين الكرام يوم لن يكون هناك تفاعل وتجاوب سأغير المحتوى ما دام هناك نتائج إيجابية فنحن مستمرون
شكلت الجمعية متى كانت؟ شهر الجمعية 2019. 2019 تغير عملك خلاص، صرت رسمي أكثر الحمد لله، وصرت يعني في حرية في التحرك أكثر. اللهم لك الحمد. أيضا وهناك مساعدة من طرف السلطات في المغرب. الحكومة ساعدتك؟ نعم، ما قصروا يعني. تساعدنا يعني مثلا فبناء جسر يحتاج ببعض الإجراءات الإدارية وتراخيص من طرف الجماعة، يعني هم يهيئون جميع الأمور. كم بئر حفرتوا حتى الآن؟ كم بئر؟ والله يا أخي العدد كبير جدا. 100؟ يفوق 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 100 يا أخي. وشو الأعمال الثانية اللي قامت فيها الجمعية يعني اللي تركز عليها؟ نركز أيضا على كفالة الأيتام. كم يتيم يعني تقريبا كفلتوا؟ يعني الطريقة التي نكفل بها الأيتام، بحكم أنا كما تعرف صناعة المحتوى تتطلب السفر، يعني فيها تصوير مونتاج، فيها بعض من الأرق وستريس نسميه. صحيح. يعني وتراقب المشاهدين وتفاعلات أنت في الأسهم. يعني صعب أنك مثلا تقوم بإنشاء دار الأيتام أو لا. الطريقة التي فكرنا فيها هي بفضل الله، ثم شخص اتصل بي من فرنسا ومغربي قال لي أمين افتح هذا المجال. والطريقة هي لما تجد أرملة في قرية لديها 3 أطفال، خذ معلوماتها انشرها ويتكفل بها محسن بأجر شهري مثلا 150 دولار دولار 200 دولار شهريا، يعطيها مباشرة للأرملة. فهكذا فالطفل يبقى مع أمه وهي هذه أحسن، لأن الأم أحسن بكثير من أن تتكفل وأن تتحمل مسؤولية. ومشت الأمور بشكل جيد رائع جدا. الآن أصبحت لدينا كما نقول لائحة لمحسنين كفلاء، أعطوني أرقامهم، يقول لما تلتقي بأرملة اتصل بنا إن شاء الله. التقيت بمحسن يعني رجل أعمال أو شخصية يعني سياسية كبيرة، قدمت لك عرض كبير جدا مثلا لمساعدات معينة أو شيء، أو معظم المساعدات تأتي من أفراد عاديين؟ يا أخي صراحة يعني الأثرياء كان لهم دور جيد؟ نعم الأثرياء كان لهم دور جيد في المغرب ولا خارج المغرب؟ في المغرب وخارج المغرب، يعني حتى وإن كانوا ناس في الحكومة لا يحبون الظهور. لا يحبون؟ الظهور في الشاشة. ما يحبون الظهور في الشاشة. وما شاء الله أغلب الناس اللي يساهمون في الخير جزاهم الله خيرا، يعني يحبون أن يكون العمل خالص لوجه الله، يحملونك الثقل والمسؤولية. وأنا أفرض على أغلبهم أن يعطوني ولو اسم مستعار، لأن الهدف يكون هو تشجيع ناس آخرين. فلما مثلا تقوم بأعمال ولا تنشرها هنا يعني لن يكون هناك استمرارية. كما تشوفوا سي أمين فيسبوك يحر الله عسى الصحة إن شاء الله، الله يداوم هذه الخدمة هذه اللي تيدير، غادي يدير خدمة نقية ما شاء الله، ويستحق بيان سيغ بزاف وبزاف، ويستحق هذيك الجائزة الكبيرة اللي خد من عند الأمير ديال دبي ديال الإمارات. هذه كانت بيان سيغ بادرة زوينة لصناع الأمل في العالم العربي. والله عسى الصحة لسي أمين صاحبنا. على ذكر الإمارات، سمع الإمارات واخا هاد الخبار هادي صراحة ماشي مضمونة 100% وماشي واقعية هاد الخبار هادي، ولكن إلا كانت حقيقية هي لقطة زوينة، كانت أخبار كاذبة حنايا تنضحكو. كما تتشوفوا كاليك أشقاء ديال بصح. أصدقائنا الإماراتيين بيان سيغ بلا ما يكون هادشي بصح ولا بصح، هما راه أصدقائنا وأشقائنا. قال لك تهزيو المغرب سير من 68 مقاتلة من طراز 2009 ميراج 2009 الأحداث آخر ما كاين ديال هاد المقاتلات ميراج، الآخرين في العالم عداونا 68 حبة. المهم هي لقطة كوميك، سواء كانت سواء ما كانت حنايا تنتقشاو وتنضحكو. واخا مساكن بقاو فيا الإمارات طيلة الله، عندهم القضية شوية مزيرة هاد الأيامات بيان سيغ، بهاد الموجة ديال الشتاء وديال العواصف اللي جاتهم شوية قاصحة. يلا نشوفوا شي فيديوهات، شوفوا معايا المطار غارق، المطار غارق بالماء، تخيلوا معايا هادي الشتاء، هادي الله يحفظ غير الشتاء
وشوفوا معايا هذا الفيديو اخر اش وقع عندهم. طاح في النار وحفظ جميع الدول الإسلامية وجميع الأمة الإسلامية. الله يحفظنا جميع ان شاء الله يدوز هادشي على خير ويعاود يرجعوا عندهم القدره باش يديروا هادشي كامل الحمد لله والله يستر الجميع. نضى سيدي الناس تيدعيو معاهم وهذا باش ان شاء الله يتجاوزوا هاد الازمه. ونضى سيدي واحد السيري تيضحك عليهم تيتشفى فيهم العقليه راه سمع اش تيقول. مروكي او المترو تاع الامارات ها هاي البنيه التحتيه مروكي نطيحة السحاب وراي نطيحة السحاب وراي البنيه التحتيه مروكي وراي مدرام بترول يا مروكي يا مكعب الراس يا بيان سور غادي تيجيبوا لي الضحكه حاجه عاديه كاين بحال هادو بزاف كيما تشوفوا قال لك خارجين تيشمتوا في الامارات قال لك عقول مريضة قال لك هل هناك أحد يعرف ما سيصيبه ما لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال لك لازم يجبد المغرب هو تيهضر على الإمارات وتيجبدنا حنا علاش ما عرفت هذا الشيء اللي قال لي الله يشافيهم ساكن كما العادة وعلى هاد الهضرة هادي أجي ضحكوا على واحد الدزايري آخر مشى قال لك بغي يشري بوشيطة نتاع التليفون خوتي كومونديت بروشات تاع تليفون من لاشي كوموندا شوفو كانت بروبتيت بروبلام هذا بروبلام صغير على على كيف تشوفو كوموندا ها وفرحان فيها والحالة ولقاها ميد ان مروكو ايوا الحمد لله الحمد لله على كل حال نضى سيدي الجزائر عاوتاني باقيين في الحماق بيان سور في الامراض النفسيه ديالهم. قال لك سيدي قامت الحكومه الجزائريه بتخصيص ميزانيه ضخمه قال لك لبناء واعاده ترميم العديد من الادارات العموميه والساحات العامه وبعض المحلات الخاصه مثل المطاعم والمقاهي قال لك وكذلك بناء نافورات بالحدائق العامه بالجزائر العاصمة كل هذا بطراز الزلاج المغربي يا نعم سيدي. قال لك وقد اختارت بعض الشركات الاوروبيه بغاو الشركات الاوروبيه اللي تنفذ هذاك الشيء باش يصاوبوا لهم الزلاج المغربي في هذا الشيء هذا كيفاش ما عرفت. المهم بيان سور الشركات الاوروبيه حتى هما غادي يكونوا يسو تريتونس باش يجي وغادي يجيبوا لهم العاملين المغاربه حيت هما اللي تيعرفوا يديروا هذا الشيء. واخا سيدي من خلال قال لك جلب الصناع والعمال والمواد الاوليه من المغرب شتي مستخدمين شركه اوروبيه باش تكون دايره لهم سوتريتونس للناس المغاربه هي كما قررت فتح ورشات ومدارس لتعليم الشباب الجزائري طريقه صناعه الجليش يا بغاو صحاب بحال كانوا تيقول لك ديالنا هما ما فيديوهم يديروا والو فيه دابا قال لك بغاو يديروا ورشات وهذا باش يعلموا الناس الجزائريين الزليج قال لك باش حتى هما يديروها. واخا سيدي وعلى يد الحرفيين المغاربه هما تيفهم ماشي الحرفيين المغاربه اللي يعلموهم قال لك وستقدم منحه لكل من يرغب في تعلم هذه الصناعه. المهم انا اللي بنقول من هذه الهضره كامله هاد قال لك الحكومه اللي خصات ميزانيه ضخمه ما عادي توصلش كامله حيت هما هكاك دايرين الفساد في الدم لا اله الا الله
ميزانيه ما غادي توصلش للشعب ولا لهاد المرافق ولا هاد الشيء هذا. والمشروع كما المشاريع كلهم تاع السعب اللي مجيد تا واحد فيهم ما تيكمل ما تيبدا ما تيتحبس. موضوع اخر وعلى الدزاير. هنا سيتي ناض واحد سيتي كتب قال لك لاحظت في المده الاخيره المهم هاد صحيفه جزائرية قالت لك لاحظتوا في المدة الأخيرة في المجالات التي تهتم بالملابس التقليدية بيان سور تيجبدوا لنا القفطان عاود ثاني. قال لك وفي الصالونات التي تنظم عروض الأزياء كثرة الحديث عن القفطان المغربي والترويج له واستيراده من طرف محلات العرائس محلات العرائس بشكل عجيب بحيث قدمنا خدمة اقتصادية كبيره للمغرب. طلع ليه التم حيت هاد الهضره هادي اللي تتقال بزاف واننا تنمشيو قلت ما بغيت تشوش شي حد في الجزائر تيمشيو يجيبوا داك الشيء القفطان وداك الشيء ديال المغرب. قال لك مخدمين حنا ما طلع ليه التم تقلق حيت هاد اللقطه هادي مقدمه واحد كي قال لك واحد الخدمه اقتصاديه زعما ترويج سياحي كبير واقتصادي سياحي واقتصادي للقفطان المغربي. هو هاد اللقطه بيان سور ما حملها. قال لك وهذا بدل من الترويج لصناعتنا المحليه. الله يستر لهم في الصناعه المحليه ديالهم اللي قليله جدا. المهم ما بغيتش ندخل في التفاصيل. قال لك بغرض امتصاص اليد العامله ثم الترويج لها دوليا وعند استضافه مصممي الازياء الجزائريين في القنوات نقول القفطان المغربي والقفطان التركي وهذا لباس اصل تركي وهذا اخذنا من عند الاتراك واخر من عند الاسبان وكاننا شعب مسخ وبدون هويه. هادشي اللي كاين وكاو ما كانش فراسك راه هادشي اللي كاين. المهم انا ماشي سوقي في مسخ انا تنهضر على بدون هويه شعب بدون هويه هادي نبصم لك عليها. ونحن لدينا قال لك تراث لا يملكه اي شعب. هادشي بحال راه تنهضروا هما بدون هويه وعندهم داكشي اللي حتى واحد ما تيملكه ديما ديك الطعنفيره اللي كملوا. قال لك لا يملكه اي شعب ولا نشبه الشعوب الاخرى بوحدنا حنا ما كاينه هما قمريين واخا